الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك واس دناخر قال دناخر يشاندي يكلدي يقندي يقردي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركان الإيمان تلقى ابن القرحن نان الإيمان بالله تلقى ابنهن، والإيمان بالله يقوى أكان لسنيهن أبوهم قابلين هون أبو مؤهب نعمانة أبو فترة در حس در عقل در شارع در دنبرون كدو توحيد لقابلين هون مؤهب نعمانة أبو ربوبية تدراخن إلوهية تدراخن أسماء وصفات تدراخن نان نكي ملائكة لقابلين هون. الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل نسي وصلنا عدنيل قابين عقن إن شاء الله. منها رمى معناها قن ملائكة دي كتب دي رسول دي نسي أخوان قدو يعني نعد آمنوا أشياء قن وريو. أركان الإيمان والتقين وين ستة قن أركان الإيمان ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أركان الإيمان المرتبة الثانية من مراتب الدين. دين سيخوة كان لسنهون لهم مراتب الدين سيخوة ينهون الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام تلقى ابنهون أركان الإسلام أن قتل نان أركان الإيمان وتتلقى ابنهم قجنا انتك حلقات يطرح ابنهون لهم يكونهون لا قش أخير شهره أما أن الدان فقد درور له. طيب والإيمان بالملائكة ورانا قلنا ملائكة عالم غيبي مخلوقون عباد الله تعالى عباد لله تعالى وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة إلى تنفيذه. الله سبحانه وتعالى خلق كلهم جن والستنيني قبلهم بنوك لا خلق لهم إلا نور خلق لهم الله سبحانه وتعالى صفات جارو شخني صفات ربوبيته شخني ألوهيته شخني عبد سني نفعني درني إلا بإذن الله. مأمورون يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله. جار قوة أخلهم نورد خلق أخلهم وانقياد تام شانق لله سبحانه وتعالى عبدنا كل قير دي قارك دي قيل سني ملائكة جنين. والله سبحانه وتعالى ذكروا كلهم آيات لي وقوة كاملة شحنوك النجاري يوصي لهم سيدنا لهم نفذنا لهم بالحرف. يعني الله سبحانه وتعالى سيانا لهم قوة كاملة شحنوك نيتك سيدنا قابلنا قندي يوم إن شاء الله زيادة. الله سبحانه وتعالى يوك ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يفترون. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يعني قيل سني قيل قرق عبدنا الله سبحانه وتعالى دمنا نهو قريو قن يعني عددنا جار انقطع الأخ الله من الله. وحديث لي عن أنس بن عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لهم حديث معراج قلي رفع له البيت المعمور في السماء يسلي فيه كل يوم 70,000 ملك. وفي صحيحين عن 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 من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يسلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذ خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. يعني عدد ناقص أخو الله إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم معراج للإسراء والمعراج مكيلد قدس أخرازك بيت المقدس أخرازك فراك الله سبحانه وتعالى عرج قبو زيك لن ترن ألف ملك آكو هم بانو ينهب ووضح كنا حديث لي وانا حديث نين إمام البخاري
افدحون باب ملائكة تغلير وباب ايمان كتاب ملائكة تغلير يغبو يعني اسراء والمعراج تل اكا قال دي رباخ زنيس وانت رضي بو كتاب لي معنا هاجن ايمان ملائكة ورا جرب دهون ورا دمان ساقون ورا مبكون ديبو سجى ساعات بنق ديبو ان سجى ساعتين اولا ايمان نوانينيت الايمان بوجود الملائكة ملائكة وانينيت آمن برشان ون لينر إيمان يعني ين ناد رنو ملائكة لد نرنو ناس موسى نرنو نين كمان آمن برشان ون أول ناوك ناو وانينيت آمن نين واجب جن ودروري جن لينر وقت إنجار كلفوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ناس موسى حدده وما فلان ده فلان ده يسوي ملائكة لد يسكتوا رنو لبشارهون وراو سنك جبريل سنك مثلا إسرائيل سنك ميكائيل سنك مالك سنك نسونا وذكر سو وري النافع ذكر سو ناسون ذكر سو ناسون ذكر سو أكانن كده نافع ذكر سو أريو هم بنق نكتبور أخينين أرزاق وراخينين إن إنسان أخار سانك نرزق ديني سمدني تروز كتبوا أخينين نروح سأدا وأخينين يا الله سبحانه وتعالى كلفوا لهم ملائكة بنق ناتك آمن بهم شانهون سيخوريها يعني ناسفت ناود ينرنوا بهم جبريل مثلا وهان صفتني هوايا حقون يعني جناحني 600 أفق رقوه أولو ناتسرق والتالي قلقل عيكا ورقوه أولو ناش يعني ناوك آمن بهم ين ناسموم دي ناسفت دي نا عمدت آمن بهم شانهون سجري إيمان بما علمنا من أعمالهم كذلك التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور من آية ذكر دسانك يعبدون الله يسبحون الله ليل ونهار نا شغل نا عبادة نا وجود نا سموم نا صفات آمنا بهم شعانا قلنا سجنين ضروري جن. أعمال خاصة ناوس قابين إذا مثلا نان جبريل نبوك جبريل الأمين أمين وحي حقن الله سبحانه وتعالى رسول يعني إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم أخرازك قرآن نيدق مربوخ أمين الوحي قرآن جارلد نملك جبريل سكلفه النبي صلى الله عليه وسلم نعصول رقوخ النبي تقرر رقوخ النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل تحفظه له إن القأس يقول لنا قرآن سي نابع أن تخلنا قرآن معنا هاجن جارلد ملائكة إن شخص رقوخ جبريل قرآن كمرقوخ وحي جارلد نعصه لنا قرآن مغبو أنبياء طيب وميكائيل يعني سوى نباتات نيس نعصق ذلك نيني شقول قن آمن بهم شهرون إسرافيل نفخ يوم القيامة السور عند قيام الساعة وعند البعث يعني يوم القيامة قدام قويسانك كرورقون قدامني وكردنبي ندنيني وكفني دنبي إسرافيل الله سبحانه وتعالى يقول أنفق الروح نفاقدي بهم قدي ما نافخان ودكنين كودني شغل رنلهم شهرون مالك الموت أو ملك الموت ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت كذلك أنتو إن أرواح سعداخ إن أرواح سقابضاخ إن أرواح سنقدام يعني كروكس أنتو كواخون قدام تئمر روح سعداخ نينر كودا ملك الموت أكد أكسنا منهم شهرون ملك مبق كواخ الله سبحانه وتعالى كلفه له قدام تروح نيسا قبضك منه رنسا قبضك منه فلان روح شخص توهستك ونقدر نتذاكر نيا ملك الموت جن مالك الموكل بالنار برضو وهو خازن النار لخص شاكر نين كدو أرستعون ملكهم بق نعم ملاك الملك موكلين برضو في أرحام لي إن أجنتد ينسنك سجى أربعة خسنك إن جناني عمر انتنا ور شقيقن ور سعيدن ني رزق ديني اجل دي نيت كتبنا قولو ني عمل دي لان بنا كدو ملائكه اريو بنا كدو يعني قدام تحفظنا وكتبنا يعني لا 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 نفر لك ليه ملائكه بنا كديب اي انسان ليه ملائكه بنا كدي لا ور شنغبلير ني حسنا سير كتبوا ني سيء سير كتبوا يوم القيامة ين حجت شخص ني نلاقي ملاك اثنين ورأسيني هو أنت سري وسما كتبنا هم يعني أنت سري وسما كتبنا أقولك كخير دك وشر دي كتبوا معنا ملاك اثنين آمنا بمشانهن وإمام ملاك ثمرات شاخن ثمرات نيوا أولا
الله سبحانه وتعالى نيت عزمناكن الله سبحانه وتعالى نيت شكرناكن الله سبحانه وتعالى نيت انكنكن ملائكة نيناو ملائكة سمرات ارنوغن وبوم سمرات ناد فدنو وبوم نا ايما ناد امنا وبوم امنا بوم دمبي سمرات ورا فايت فنكن ايمان ملائكة غلط ناش يعني ناوغن وريو الله سبحانه وتعالى يكون كو الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع والله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم آيات قريهم بتي ملائكة لقابري وحديث قريهم ملائكة لقابو و يعني صفاتنا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلهم. وفي حديث البخاري عن أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يودع له القبول في الأرض. الله سبحانه وتعالى نحب بيانا كنا رسول صلى الله عليه وسلم نحب بيانا كنا على لسانه النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة لنا آكانت الدنب كتب لقابين ورنقن كتب وكتب هي كتب جمع كتاب بمعنى مكتوب وأن كتبنين الله سبحانه وتعالى انشغرقن نا كتبنين الله سبحانه وتعالى انشغرقن والله سبحانه وتعالى رحمة ني خلقت ني عبادت نعصرقن إيمان كتب ده سجل سنعت كذلك دمانسوق إيمان بأن الله سبحانه وتعالى يعني جالد نترقن كتبنين نا كتبنين كذلك نسمو ناود آمنا بشانهن قرآن إنجيل تورات داود الانتراري سيدنا داود مسيدنا عيسى الانتراري مسيدنا موسى الانتراري التورات أكن إنجيل أكن زبور أكن نسجة كتبنين قرآن أكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسمود أمن أبوهم صحنهن سيخوري أخبارنا ناصرري قرآن هر أكن أخبار يعني كتب جابرلد تحريف واني جي أبوهم من كتب إنان أمن أبوهم صحنهن بالإضافة إلى ذلك أحكام ناود أمن أبوهم صحنهن نين نيتن كتب دمان سوغن لهم ندمبي كذا إمام بكتب ثمرات شاو نمار ناوى أولا العلم بعناية الله سبحانه وتعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به والعلم بحكمة الله سبحانه وتعالى لكل أمة جعلنا شرعة ومنهاجا الله سبحانه وتعالى أن الرسول سنشغدا به يعني كذلك أن رسل آمن نكون بهم وأن رسول معناها جمع رسول إذن قلنا الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب ورسول جمع رسول بمعنى مرسل أي مبعوث بإبلاغ شيء والمراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع أو أمر بتبليغه والله سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول أأتوا نوحا أول رسول بعثه وذكر تمام الحديث وأول رسول بعث هو النبي صلى الله عليه وسلم أول رسول بعث نوح عليه الصلاة والسلام أول شخص هو نوح وآخر نبي محمد صلى الله عليه وسلم أرجعون وأنبياء أرستوهن ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جار نيسمود ذكره كله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نهب الله سبحانه وتعالى ذكره كلهم لعكن نيسمود ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وإن من أمة إلا خلا فيها نذير نهب معناها الرسل والمرسلين نهب الله سبحانه وتعالى بيان كلهم نان كتب دي رسول دي إبراهيم وإسحاق من أنبياءنا ورجو إيمان ناد قري وصر عد دم نصب ثمرات قري وشاخ إيمان رسول ناد آمن أبوهم ولن صدقنا كلهم نانا ونعثنا ونعو شريعتنا خضر آمن نكون نكون كتابنا ونعصنا ودر آمان نكون رحمة الله سبحانه وتعالى كمان سيخ اللي قلنا سببت شكر الله سبحانه وتعالى كذلك نعمة بهرقن الله سبحانه وتعالى نسأوهن
لين الوقت محبتنا عليهم الصلاة والسلام وتعظيمنا نينا وثمرات أيمان يعني رسول رب العالمين وخدقن. والله سبحانه وتعالى يقول ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. الله سبحانه وتعالى أهم يتقريو شهنوخ رسول كمش انستغل لهم فإذا تقريو شهنوخ من هبنينان ملائكة دي كتب دي رسول دي ورنا آكانت نهبنا دونهم لهم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.